اتفضلي يا حبيبتي. نورتي بيتنا يا احلى حاجه في بيتنا. لا يا سيدي، انا لسه زعلانه منك. يوه يا جيهان، انا كل الطريق بصالح فيكي وانا ما عملتش حاجه اصلا. يا سلام، ما عملتش حاجه اصلا. والبنت بقى انا ان شاء الله مش عارف الصفر دي اللي كنت بتعكسها كانت ايه. خلاص يا ستي، انا اسف، حقك عليا. طب كده خليتيني نيجي على ملا وشنا، كنا قاعدين ومبسوطين. معرفش بقى يا حبيبي، انا زهقت من الاوتيل وقلت برضو نيجي هنا بيتنا يعني اريح. زهقتي؟ ده انت بتزهقي كتير قوي. انا كده يا حبيبي زهوقه، بزهق من اي حاجه. انت زهوقه قوي بس انا ما زهقش. يا روحي. طيب بقول لك ايه، موضوع الاوتيل ده ما تجيبوش على لسانك خالص. الاوتيل ده انت اللي اصريتي عليه عشان تقولتي لي المكان ده تعرفنا على بعض فيه وحبينا بعض فيه، فانا ماليش ذنب بقى. لا مش هعمل كده تاني يا اخي. كويس كويس كده. طيب يا حبيبتي، عشان الدنيا الحلوه دي انا عازمك على العشاء في اي حته انت تختاريها. ايه رايك نرجع الاوتيل؟ لا كفايه، ما تبسطهاش اكتر من كده. انت حبيبتي. طيب يا حبيبتي، خلينا نطلع نغير ونفتح شويه عشان نخرج. ها اوكي. الله، حلو؟ حلو قوي. ليه حبيبي كلفت نفسك؟ حبيبتي انا ما عنديش اغلى منك، بس ما تعوديش على كده، مش كل مره هصالحك بديه كده. ميرسي حبيبي، ربنا يخليك ليا حبيبتي.